بعرف إنه جرحك كتير، والحكي اللي قلت لك ياه ضايقك كمان أكتر. أنا أذيتك ورح أعوضك. عن كل الوقاحة اللي أنا توقحتها معك. والجرح اللي جرحتك ياه لازم ادفع ثمنه. مرحبا سام. مرحبا، كيفك تمام؟ سام؟ سام؟ بعد ما نرجع من المدرسة رح تلعب معنا مو هيك؟ أكيد. يلا بيكون اجى الباص، يلا روحوا يا بني. ماشي، باي باي سام. باي باي ماما. سمر يلا ابني تعال كل. جاي. صباح الخير سمر. صباح. انت اليوم ما عندك موعد مهم؟ بلا. بالتوفيق. شكرا. يعني اليوم مهم عندك؟ اكيد انت مشغول وما رح تلحق تاكل شي، لهيك افطار منيح يا ابني. ليك عمو، انا بدي اقول لك شغله. ايه ابني قول. كل النجاح اللي انا وصلت له كان كله بفضلك انت، ولولاكن ما كنت رح انجح. سمر ابني شوفي، شو قصدك قول؟ بصراحة من لما رجعت من السفر وانا قاعد عندكن، بس انا ما فيني ضل هون كل العمر، لهيك انا عم فكر انه صار لازم روح من عندكن. مظبوط خالتي؟ شو هالحكي اللي عم تحكي سمر؟ صدقني انه انت وآدي بغلاوة بعضكن. وبعدين وين المشكلة إذا ضليت هون؟ هذا البيت بيتك، قلي ليش لحتى تروح؟ أنا بعرف انه هون بيتي، وصدقيني رح تلاقيني عندك بس اشتاق لطبخاتك الطيبين. سمر، ما حدا منا رح يقبل انك تروح، لهيك شيل هالفكرة من بالك. وهلا يلا كمل فطورك وروح شوف شغلك. يلا. هذا اليوم بالنسبة إلك مهم كتير، ليش عم تفكر بمواضيع تانية هلا؟ ومثل ما قال لك بابا، أنت رح تضل هون وما رح تروح أبدا، ماشي؟ لا سمر لا، أصحك ما توافق على كلام عمي وتقول إنه رح تروح من هذا البيت، لأنه خطتي ما رح تنجح إلا إذا بقيت هون، واللي لازم يروح جانفي مو أنت. سمر؟ الكل هون بدهم اياك تبقى، لا تروح لو سمحت، يعني هذا بيتك. انا كتير مقدر حبكن الي، بس نيشا ضروري كتير انه الاقي بيت واسكن فيه لحالي. انا لازم اتعود اني اعيش لحالي. جميع حلقات هذا المسلسل متوفره على وياك مجانا.